السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام. إن شاء الله النهاردة هنرسم مع بعض شخصيات كرتونية اللي الأطفال كلها بتحبها. وقبل ما نبدأ مع بعض إن شاء الله، يا ريت الأطفال أحبابنا يجهزوا سكتش وقلم رصاص عشان نبدأ مع بعض ناخد خطوة بخطوة عن طريق الأشكال الهندسية زي ما رسمنا قبل كده. يلا نبدأ مع بعض. هنبدأ مع بعض بشخصية سبونج بوب. يلا ناخدها خطوة بخطوة مع بعضينا. طبعا زي ما بنشتغل دايما بالأشكال الهندسية، هنبدأ بمثلث كده، مثلث طويل كده زي ما احنا شايفين، وهنبدأ ناخد خط كده جانبي من الجنب كده، وهننزل دي بميل كده. تمام، هنبدأ ناخد خط كده وخط كده وكمان خط كده وخط كده، ونبدأ نمسح الجزء ده مع بعض. تمام، هنبدأ نعمل العين دايرة كده ودايرة كمان كده، وهنبدأ نعمل دايرة في النص ودايرة في النص ونقفلها كده. تمام، هنبدأ نعمل المناخير كده. تمام، وهننزل بشكل البق كده، ونعمل جزئية اللسان كده. كده من شكل مثلث وعملناه مجسم وادينا له المنظور بتاعه. تمام، وصلنا لشكل سبونج بوب. طبعا السبونج اللي بيبقى مش خطوط عدله كده، بنبدا نعملها بعد كده نظام زجزاج كده، دوران خفيف. تمام، وده نفس الحكايه. وهنا نفس الكلام ونفس الكلام، هو المثلث بس احنا بنبدأ بيه عشان نظبط البودي الخارجي للشخصية. وهنا نفس الكلام. هنا بنبدأ نطلع بمثلث كده، وهنا برضو نفس الكلام بمثلث كده. هنعمل دوران كده خفيف ونمسح الجزئية دي، وهنا دوران كده. تمام، نبدأ نطلع بالإيد. تمام، وهنا نفس الكلام. بالإيد. هنا هنبدأ ناخد الجزئية دي، نعمل زي مربع كده، وهنا نفس الكلام مربع. وناخد دوران كده خفيف ودوران كده خفيف، نعمل بيه نوصل بيه للرجل، وهنا الحذاء بتاعه. كده وصلنا لأول شكل السبونج بوب بطريقة مبسطة عن طريق الأشكال الهندسية، عملناه من خلال مثلث وادينا له المنظور الجانبي بتاعه، ووصلنا للشكل ده في سبونج بوب. تمام، هناخد سبونج بوب بشكل تاني، هنعمل نفس المثلث بس مش بشكل جانبي زي ما احنا عملناه، هنعمله بشكل امامي. هيبقى المثلث كده، مثلث طويل قوي كده، وابدأ انزل بدي كده، امشي بدي كده الخط خط عدل. تمام، وبرضو انزل اعمل المنظور كده وانزل بيه كده، وابدا اخد دي كده خط واظبط عليه المنظور. تمام، ابدا امسح الجزء المثلث اللي تحت ده. تمام، وبرضو نفس موضوع الدورانات الخفيفه دي، الزجزاج كده خفيف بحيث ان هو يبين السفنجه بتاعت شخصيه
سبونج بوب نفس الكلام. تمام، بنعمل العين برضو نفس الكلام. والمناخير، المناخير والباق. تمام، بنبدأ هنا نعمل الإيد برضو مثلث كده ومثلث كده. نوجه الإيد بقى زي ما احنا عايزين على حسب الشكل اللي احنا عايزينه كده مثلا. وادي المربع اللي احنا عملناه بتاع جزئية الرجل. طبعا هنا في جرافطة المفروض تتعمل تكملة شكل الشخصية. وهنا جزء الرجل بقى، عايز اوقف الرجل، عايز اخليه بيقفز زي ما انا عايز. ممكن اعمل دي كده عادي، زي ما انا عايز. وطبعا هنا في دوائر بسيطة كده اما بتتلون بالاخضر اللي هو الزرعي الليموني مع الاصفر بتاع سبونج بوب نفس الكلام. ده سبونج بوب بشكل تاني وبمنظور تاني. عن طريق الاشكال الهندسية بنوصل للشكل بطريقة مبسطة جدا. يا ريت اطفالنا يكونوا مركزين معانا وياخدوا معانا خطوة بخطوة عشان الرسم يبقى سهل بالنسبة لهم وما ياخدش وقت ومجهود. تمام، هناخد شخصية، الشخصية الشكل الثالث لشخصية سبونج بوب هيبقى نفس الموضوع برضو، نظام المثلث. وبرضو ناخد المنظور الجانبي بتاعه. بنبدأ نقفل دي كده ونمسح الجزء برضو اللي تحت. تمام، بناخد العين معانا. اتصال. الو. الو، ايوه يا فندم اتفضل. الو استاذ صابر. الو. ايوه، اهلا يا مهند. أيوة. ازاي؟ ايوه رسام. وطي التلفزيون واسمعنا، اسمعنا من التليفون. وطي التلفزيون شويه. الو، انا مبسوط من الرسم بتاعك يا فندم، وعجبني قوي. وانا رسمت الرسمه اللي انت رسمتها دي، وربنا يخليك حبيبي. تسلم، تابع معانا وان شاء الله تتعلم رسومات كتيره جدا وبطريقه سهله جدا ان شاء الله. ماشي حبيبي، نكمل مع بعض. طبعا احنا وصلنا لشكلين دولك، هناخد شكل مختلف. هنعمل بقى المربع، هيبقى كده على اعتبار ان هو قاعد. تمام، ناخد الرجل، نمسح الأجزاء الداخلية دي. وبكده عملنا ثلاث أشكال لسبونج بوب. هنا جزئية منطقة اليد، هنا هيبقى مثلث بالشكل ده مايل لتحت كده. هننزل بدي كده ونعمل ايده
طبعا الايد دي بتبقى اقرب من الايد دي عشان تبين المنظور بتاعي زي ما عملنا قبل كده. برضو المناخير. معانا اتصال تليفوني. ايوه جانا معانا. الو الو ايوه معاك يا جانا، اتفضلي يا حبيبتي. الو ايوه ألو. فرح معانا. الو ايوه اتفضلي. ازيك يا عم، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبة قلبي، الحمد لله تمام. انا ايوه اتفضلي. انا بحب الرسم قوي. جميل جدا جميل جدا، الرسم موهبة جميلة. تعرفي ترسمي سبونج بوب معانا زي ما بنرسم بالطريقة كده، بطريقة الأشكال الهندسية؟ الطريقة سهلة عليكي ولا صعبة يا فرح؟ سهلة. طب جميل جدا. سهلة. معاك يا حبيبتي اتفضلي. طيب هستنى رسمتك. طيب هستنى رسمتك سبونش بوب وتبعتها لي على صفحة البرنامج. صفحة الأكاديمية موجودة على الشاشة دلوقتي، ادخلي على الفيسبوك ووريني شغلك، وان شاء الله لو حابه تظهري معانا في البرنامج باذن الله تنورينا يعني. ماشي نكمل مع بعض. طبعا زي ما اتفقنا الطرق التلات اشكال مختلفه بمنظور مختلف لسبونش بوب، وهنا نفس الكلام دورانات دي. معانا اتصال من علا منيا. من هنا اهلا يا علا. اتفضلي اتفضلي يا علا معاكي. الو ايوه سامعك. وطي صوت التلفزيون واسمعينا يا علا، وطي صوت التلفزيون عشان نسمعك كويس. ايوه انا بحب الرسم جدا. جميل جدا يا حبيبتي جميل. رسمتي قبل كده يا علا؟ انا برسم حاجات كتير ورحت مسابقات كتير. رحتي ايه؟ مسابقات. مسابقات جميل جدا. ورسمتي كويس وطلعتي ايه في المسابقه؟ خدتي المركز الاول. اخدت سنه مركز اول والسنه الثانيه اخدت المركز الثاني. ما شاء الله جميل جدا جميل جدا. رسمتي مع ايه النماذج اللي انت رسمتيها يا علا؟ كاركتير. شخصيات كاريكاتيرية. حلو. طب ما تبعتلنا على صفحة الأكاديمية على الفيسبوك ونشوف رسوماتك، وإن شاء الله نتابع شغلك وتتابعينا، وبإذن الله تنورينا لو حابة تبقي معانا في البرنامج إن شاء الله. معانا منا. أيوة منا. أيوة ازيك يا أستاذ، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. حضرتك انا بنتي حفصه كانت عندك في الاكاديميه وهي الاكاديميه اتقفلت، وانا والله زعلت جدا. هو طبعا مراعاه وحفاظا على اطفالنا فاحنا وقفنا الاكاديميه بناء على قرار رئيس الجمهوريه. فطبعا لازم نحافظ على اولادنا، فقفلنا الفتره عشان الظروف اللي في البلد فيها. فان شاء الله ربنا ييسر الحال والحال يرجع زي الاول، وان شاء الله نتواصل باذن الله، وبنتك تبقى فنانه كبيره ان شاء الله. حلقاتك يعني، وانا بصراحه مبسوطه منك جدا. ربنا يخليك. وان انت يعني رسمت حتى السبونش بوب النهارده فعجب البنت جدا، وهي قاعده دلوقتي بترسم في السكتش. جميل. بصراحه احنا مبسوطين بك جدا. ربنا يخليك يا فندم، وان شاء الله ربنا يجعلني سبب في ان انا اطلع براعم جديده وفنانين جدد في مصر ان شاء الله، بلدنا ام الدنيا، ونقدر نساعد الشباب والاطفال ان هم ينموا موهبتهم في موهبتنا. شكرا ونكمل مع بعض. طبعا كده خلصنا شخصيه سبونش بوب. ناخد مع بعض شخصيه كرتونيه تانيه.
بثلاثة منظور مختلف. هناخد شخصية ويني أو بو. الشخصية طبعا الأطفال كلها بتحبها، شخصية مشهورة. ناخد أول شكل ليها مع بعض. طبعا شخصية بو ده الدب اللي هو جسمه مليان، فطبعا هنشتغله من خلال الدوائر، هتبقى مجرد دايرة كبيرة كده، تمام، دايرة صغيرة ودايرة أكبر منها كده، تمام، دول دايرتين متداخلين، تمام، من خلالهم هنقدر نوصل لشخصية الدب. اهلا وسهلا سكر من كفر الشيخ، اتفضل. اتفضلي سكرة. السلام عليكم. عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ بصراحة كلامك اصلا يعني اما الواحد بيسمعه بيبقى كأنه يعني بيهدي النفس. ربنا يخليك يا فندم، تسلمين. الله يخليك. واللي اصلا الرسم اصلا في معاني كبيرة خلاص، بتغذي الروح وبتنمي العقل، والالوان دي طبعا اصلا حوالينا على طول بتخلي النفس مبهجه. وبصراحه انت اصلا الكلام مع حضرتك بيريح النفس فعلا. ربنا يخليك يا فندم، وما حد يسمعك. بشكرك يا فندم على المداخله الجميله دي، وان شاء الله تابعينا في الحلقات القادمه هنشتغل الوان وهتشوفي باذن الله. اهلا وسهلا يا استاذ سالم من البراجيل. اهلا يا استاذ صبر. اهلا يا ازيك يا سالم. اهلا وسهلا. رسمك حلو قوي يا فندم، وعايزين الاكاديميه بتاعتك اتقفلت واحنا زعلنا قوي، واحنا عايزينك تيجي تاني، بس الرسم ده اللي على التلفزيون هيفيدنا احنا ويفيد ولادنا ان شاء الله. الفتره اللي احنا فيها دي هنستحملها باذن الله، وان شاء الله ربنا ييسر الامور والبلد ترجع لحالها السابق، وباذن الله نتواصل في الاكاديميه، وباذن الله تابعونا في الحلقات دي، وان شاء الله تستفاد في رسومات جميله، وان شاء الله خير باذن الله. وشكرا ليك جدا. نكمل مع بعض. بنبدا نعمل هنا شكل بيضاوي صغير، وهنا شكل بيضاوي كبير، تمام. بنمسح الجزئيه دي ونبدأ ناخد الشكل ده كده، ونمسح الجزء ده كده، تمام، وابدأ اخد الخط منحنى كده للحواجب، وادي العينين، والجزء ده بمسح الجزء ده كده، وببدأ اخد زي مثلث كده، وبنزل كده، واعمل البق بتاع شخصية ويني او بو، تمام. ببدأ اخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده ودايرة هنا، تمام، شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وهنا دايرة. معانا سلمى، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا سلمى. البرنامج ده على فكرة جميل جدا وبيخلينا استفاد جدا كمان. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي. ان شاء الله تستفادي معانا في رسومات كتير. رسمتي ايه معانا وانت بتتابعينا في البرنامج يا سلمى؟ رسمت السبونج بوب كله. خدتي رسمة سبونج بوب معانا خطوة بخطوة في الثلاث اشكال مختلفين؟ ايوه. تمام يا حبيبة قلبي، يا ريت تصوريها وتبعتها لنا على صفحة الأكاديمية، هتلاقي اسم الصفحة على الشاشة، وأشوف رسوماتك، وإن شاء الله تبقي فنانة جميلة بإذن الله في المستقبل يا حبيبتي. معانا اتصال آخر، أستاذ عمر. الأستاذة قمر. أهلا وسهلا. أيوة يا أستاذ. أهلا يا أستاذة قمر، اتفضلي يا فندم مع حضرتك. أيوة حضرتك، منور الدنيا. ربنا يخليك يا فندم. عايز اقول لحضرتك ان احنا زعلانين، الاكاديميه مقفوله والله، عيالي قاعدين بيرسموا ورا حضرتك في التلفزيون. والله خير ان شاء الله، هي ظروف البلد طبعا، ولازم نراعي الاطفال اولادنا، ولازم نتبع التعليمات عشان نتفادى اي شر ليهم او اي حاجه تضرهم،
وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الدنيا تبقى تمام ونرجع نفتح الاكاديميه. وتواصلوا معانا من خلال البرنامج هتعوضوا باذن الله الحاجات اللي فاتتكم باذن الله ان شاء الله. خير ان شاء الله، واحنا متابعين حضرتك بنفسي ورا حضرتك في البيت. ان شاء الله يا فندم، وباذن الله تستفادوا كتير معانا في البرنامج، و وصف والقناة بتاعتي على اليوتيوب باسم الرسام صابر جنيدي، اللي ما يعرفش يبحث وهيتابع معانا برضو حلقات ورسومات جديدة وبرنامجنا ان شاء الله كل اسبوع. شكرا يا فندم، ونكمل مع بعض. بنبدأ نعمل برضو شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده، وهنا دايرة. تمام، هنا كوننا بأشكال بيضاوية ودوائر شخصية ويني أو بو. تمام، نبدأ نمسح الخطوط الداخلية دي متداخلة كده كده، بنبدأ وهنا نعمل دايرة جوه دايرة كده، ونمسح الجزء ده ونعمل ده كده، والجزء ده يتمسح والجزء ده يتمسح، لا العكس كده، دي تبقى جوه. تمام، وناخد خط كده. كده عملنا شخصية ويني او بو، ونعمل اللبس بتاعه بقى، نبدأ نلبسه الملابس بتاعته، والجزء ده كده. تمام، نكبر الجزئية دي كده، شخصية ويني او بو، ناخد الجزئية دي كده، وصلنا لشخصية بو بشكل منظور وهو جالس. ناخد شكل جديد ليه برضو بمنظور مختلف مع بعض خطوة بخطوة، هتبقى نفس الدايرة كده ونفس الدايرة بس كده، يبقى احنا اشتغلناها العكس كده، الناحية دي كده، كده يمين وكده شمال. تمام، هبدأ اخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده. تمام، ابدأ اخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده. تمام، وهنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي. تمام كده، اخدنا الشاسيه الخارجي لشخصية بو او ويني. تمام، ببدأ اخد شكل بيضاوي كده وهنا شكل بيضاوي، وامسح الجزئية دي كده، وابدأ اخد دي كده وامسح الجزئية دي. تمام، وابدأ هنا ايه، ملوا الياء هنا بتاع اللبس، وابدأ اخد هنا الحواجب وهنا العينين وهنا البق. وصلنا شكل بو بشكل بطريقة بسيطة جدا من خلال الدوائر والشكل البيضاوي بطريقة مبسطة. وابدأ اخد هنا كده لبس، الجزئية دي تتمسح عشان تظهر للرجل، وهنا اخد الجزئية دي كده العكس، وهنا نفس الكلام. تمام كده، وصلنا لشخصية ويني او بو بمنظور مختلف. تعال ناخد الشكل نفس الشخصية بشكل تاني بشكل مبسط برضو، هنبقى هنا بمنظور امامي. تمام، وبناخد الدايرة تحتها على طول، هنبدأ ناخد شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده. تمام، بنبدأ ناخد شكل بيضاوي للودان كده، ونمسح الجزء ده والجزء ده، وبنبدأ نعمل كده الحواجب
وهنا منطقة البق، وابدأ ألبس الشخصية الملابس بتاعتها. نفس الكلام وامسح الجزئية دي، وابدأ اعمل هنا شكل بيضاوي، هنا شكل بيضاوي، واكمل بيه الشكل. تمام كده عملنا ثلاث اشكال مختلفة من شخصية بو او ويني، الشخصية الكرتونية المشهورة اللي أطفالنا كلهم بيحبوها وبيحبوا يرسموها. تعالوا ناخد شخصية تانية بثلاث أشكال مختلفة. شفنا مع بعض، يا ريت أطفالنا يكونوا بيتابعوا وبيرسموا معايا خطوة بخطوة الشخصية بالثلاثة منظور المختلفين بتوعها. هناخد شخصية تانية. شخصية ميزو، الشخصية دي صديقة لويني في الكرتون. الشخصية دي بنعمل شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي تاني أكبر منه تحت كده، منه متداخل. تمام، ببدأ أمسح الجزء ده وبمسح الجزء ده، ببدأ أخد منحنى خفيف كده. تمام، وببدأ الحواجب والعين، وببدأ اخد المثلث وطبعا شخصية معروفة برضو والاطفال حابينها، وبنبدأ نعمل الايد مثلا على حسب ما احنا حابين كده وكده، ونبدأ نعمل الخطوط بتاعت جسمه اللي هو الشكل المعروف بتاعه، بيبقى أحمر في روز. طبعا اللي حابين الشخصية من أطفالنا عارفين الألوان بتاعته، وبنعمل الرجل بتاعته كده. تمام، دي شخصية ميزو، وهناخد الشكل التاني بتاعها بمنظور مختلف. هنعمل الشكل البيضاوي كده. تمام، وهنعمل شكل بيضاوي مايل كده، ونبدأ نمسح الجزئية دي كده. هنمسح الجزء هنا كده ونعمله بمنحنى خفيف كده، وبرضو الشخصية دي الودن دي هتتعمل بشكل مختلف عن هنا، لأن ده منظور جانبي. وهعمل هنا العين، وأبدأ أعمل المناخير كده والبق. تمام، وبرضو الشكل الخطوط اللي هي بتاع جسمه المعروفة. نبدأ ناخد الايد بشكل منحنى كده، وهنا نفس الكلام. ممكن نعمل له الرجل مثلا على اعتبار انه هو واخد خطوة معينة. هي شخصية جميلة وليها اشكال كتير بمنظور مختلف بشكل جميل يعني. تمام، ده الشكل التاني المنظور الجانبي لشخصية نيزو. ناخد برضو شكل تالت بمنظور مختلف. هنعمل برضو شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده، ونمسح الجزء ده كده. تمام، هنعمل له زي كورة كده، شكل الكرة المعروف، ساند عليها. هبدأ أعمل شكل بيضاوي كده وشكل بيضاوي كده، ونعمل له رجليه على اعتبار إنه قاعد وساند ظهره على الكرة. تمام، خش بالجزء ده كده، وأبدأ أعمل ودنه. تمام، هنا باخد المنحنى ده زي ما احنا متعودين في شكله شخصيته،
باخد العين واخد المناخير والبق تمام، والدورانات الملونة بتاع الشخصية تمام. دي ثلاث أشكال مختلفة لشخصية نيزو. أتمنى الأطفالنا يكونوا بيركزين معانا وبياخدوا خطوة بخطوة لكل شخصية بنرسمها مع بعض. معانا اتصال محمود، أهلا. أنا رسام. أيوة محمود اتفضل معانا. ألو، رسمك والله حلو يا فنان، ربنا يخليك. وعايزين نتواصل معاك في الأكاديمية، ويا رب يا رب نجيلك ونمشي معاك إن شاء الله يا حبيبي بإذن الله تفتح الأكاديمية. رسمك حلو قوي والله، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. رسمت إيه من الرسومات اللي إحنا شغالين فيها دلوقتي؟ الدبدوب، عجبني قوي يا فندم. شخصية وين الدبدوب تمام. ورسمت سبونش بوب ولا لأ؟ أيوة يا فندم، بس والله رسمك حلو ومفيد للأطفال زينا وكده يا فندم. حبيبي ربنا يخليك، تابع معانا وتابع على صفحة الأكاديمية موجودة على الشاشة، وإن شاء الله تورينا رسوماتك على الصفحة وتنورنا في البرنامج إن شاء الله يا حبيبي. إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا حبيبي، مع ألف سلامة. نبدأ مع بعض شخصية كرتونية جديدة. طبعا شخصية نمور اللي هو صديق نيزو، صديق ويني. هنبدأ مع بعض بشخصية النمر نمور. نعمل دايرة كده وشكل بيضاوي كده تمام، وشكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده تمام، وشكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، وهنا دايرة، وهنا دايرة بسيطة تمام. هنبدأ ناخد شكل بيضاوي كده، وشكل بيضاوي كده، وهنا دايرة دايرة تمام. من أشكال بيضاوية ودوائر قدرنا نكون على حسب الشخصية وعلى حسب المنظور بتاعها بنحدد الدايرة واتجاهها، سواء ميلة أو طول أو عرض، ونفس الكلام الدايرة. بنبدأ نعمل شكل بيضاوي هنا وشكل بيضاوي هنا تمام. ببدأ أمسح الجزء ده اللي هي الخطوط المتداخلة تمام، وأبدأ أعمل هنا منحنى بسيط كده تمام، وهنا دوران خفيف كده، وهنا المناخير بتاعت النمور، وهنا العينين، وببدأ أعمل دايرة هنا ودايرة هنا، وتواصل هنا أوصل جزئية الرقبة تمام، وأبدأ أعمل هنا منطقة البطن، بمسح الجزئية دي وأمسح أي تواصل ما بين شكلين بيضاوي وما بين الدايرة كده تمام، وأبدأ أمسح أي تواصل ما بين. أهلا رجينة من سوهاج. أيوة أهلا وسهلا يا فندم. ألو أيا رجينة، إزيك يا مستر؟ إزيك يا حبيبتي، إزيك يا رجينة؟ إيه يا حبيبتي، بتتابع معانا الرسومات الجميلة دي ولا لأ؟ أيوة. وطي التلفزيون عشان أقدر أسمعك يا رجينة. رسمتي معانا، رسمتي معانا يا رجينة؟ رسمتي نيزو والدبة. الدبة ويني أو بوه. نيزو والدبة. جميل يا حبيبتي، ماشية معانا خطوة بخطوة. ارسم لنا حاجات كتيرة. هرسم لكم حاجات كتيرة إن شاء الله يا حبيبتي، ولو رسمتي حاجة صوريها وبعتيها على صفحة الأكاديمية، وإن شاء الله نشوف رسوماتك الجميلة يا حبيبتي وتبقي فنانة جميلة إن شاء الله في المستقبل. ماشي يا روجينا، نكمل مع بعض. بنمسح الأجزاء اللي هي بنبدأ ناخد
الجزئية دي ونعمل جزئية الصوابع. تمام، هو الشخصية طبعا بنعمل هنا الديل. تمام، وبنبدأ نعمل بقى ايه الخطوط اللي هي بتاعت النمر اللي هي المثلثات دي. طبعا عشان وقت البرنامج للأسف خلص بسرعة، وانا مبسوط جدا من الناس اللي تابعتنا بإذن الله، ويا رب يكونوا استفادوا، وان شاء الله تابعوني كل اسبوع في نفس الموعد مع برنامج الرسام، الرسام صابر جنيدي، وان شاء الله تستفادوا كتير. وقناتي على اليوتيوب الرسام صابر جنيدي هتلاقوا برضو حلقات كتير هتفيدكم. وسعيد جدا بيكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.